لقاءات واجتماعات مكثفة يواصلها الوفد السياسي الكردي لبحث النقاط الخلافية بين إقليم كردستان وبغداد، فضلا عن إيجاد آلية لتطبيق بنود اتفاقية أربيل وإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الراهنة مع القوى السياسية الأخرى. الوفد التقى مساء الخميس نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقيادات في القائمة العراقية، وجرى التأكيد على احترام تنفيذ الاتفاقيات السياسية وبتوقيتات زمنية خارج إطار المساومات السياسية. تطرقنا إلى العديد من القضايا، وخاصة اتفاقية أربيل وبنود اتفاقية أربيل وكيفية الالتزام باتفاقية أربيل وتطبيق اتفاقية أربيل. بالإضافة إلى ذلك أكد الجانبين أنه من الواجب على الجميع الالتزام المطلق بالدستور الدائم. أهمية تحقيق الشراكة بمعناها الحقيقي واعتبار ذلك أولوية وأساس في التعامل السياسي للمرحلة الحالية ووفق توقيتات زمنية محددة. هناك رغبة جادة لكل من القائمة العراقية وائتلاف القوى الكردستانية في حل المشاكل العالقة بقدر تعلق الأمر بالقائمتين. قيادات في ائتلاف الكتل الكردستانية التي حضرت مع الوفد السياسي الكردي خلال اجتماعاته بقيادات في التحالف الوطني أوضحت أن الاجتماعات والحوارات مع القوى النيابية المختلفة كانت مثمرة، ولم تناقش أو تطرح أمور كردية بحتة، بل كانت تصب في مصلحة البلاد بشكل عام. من جانبه أشار التحالف الوطني إلى أن الأجواء اتسمت بالإيجابية لحل المشاكل الخلافية كافة. نحن مع دعم الوضع وبشكل يكون العراق قادرا على مواجهة كل المشاكل التي تصادفه وربما المؤامرات التي قد تحاك ضده. جرى في الاجتماع التأكيد على التزام كلا الطرفين بثوابت العملية السياسية وفي مقدمتها الدستور وانتهاج سبيل الحوار والتفاهم للمضي قدما في العملية السياسية بالطريق الصحيح الذي يؤدي إلى بناء دولة القانون والمؤسسات. الوفد السياسي الكردي تابع جولته ولقاءاته بقيادات في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، وبين خلال مؤتمر صحفي أنه بعث برسائل صريحة إلى جميع القوى السياسية تعبر عن الهواجس والمخاوف المشتركة لتذليل الصعاب التي تعتري تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية. وصلنا رسالتنا إلى كل الأحزاب وإلى كل القوى، وغدا سوف نلتقي دولة الرئيس وسوف نصارحه على همومنا وهواجسنا واختلافاتنا، ونحن يهمنا بأنه من خلال المصارحة الجادة أن نتمكن إيجاد الحلول. ضرورة أن تكون وحدة موقف بين القوى السياسية العراقية، وصار التركيز على أهمية أن تكون الحكومة العراقية ناجحة باعتبار أنه هذه حكومة شراكة وطنية. وأكدت أطراف في ائتلاف الكتل الكردستانية للحرة أن الوفد السياسي الكردي جاء إلى بغداد أيضا ليهيئ الأرضية لوفد كردي حكومي مفوض سيأتي لاحقا لمناقشة النقاط الخلافية بين حكومتي الإقليم والمركز، سيما تلك التي تتعلق بمسودة قانون النفط والغاز والمادة 140. زياد نهاد، الحرة، بغداد.